اي شيء بالنسبه لاي شعار من الشعارات بما فيهم شعار الاسلام والحل، وحين اعترض على اللجنه، اللجنه سترى امرها. فما قيل ان الاسلام هو الحل محظور بامر لجنه الانتخابات الرئاسيه قول غير دقيق، لان حتى الان لم يعرض على اللجنه لتقر انه محظور او غير محظور، فلم يعرض على اللجنه. فهذا بس امر بس غير دقيق. الشعارات الدينيه، الشعارات هناك لنكون اكثر دقه، الشعارات الدينيه ممنوعه. والدعايات الدينيه ممنوعه. هل يعد هذا شعار ديني او غير شعار ديني؟ اللجنه التي سترى امرها فيه. الإسلام هو الحل في رأي حضرتك ديني ولا أنا ما أنا قلت لحضرتك هذا أمر سيعرض إلى أن يعرض. أنا أقول لحضرتك ده شعار ديني ولا غير شعار ديني دلوقتي، يبقى أنا مصادر على المطلوب. أنا قلت لحضرتك رأيي في الموضوع، هذا الموضوع إن هيعرض على الانتخابات الرئاسية. طب أنا بسأل المشاهدين، الإسلام هو الحل، يلا اكتبوا لي وأنا معاكم على الهواء دلوقتي وهنشوف تعليقاتكم. الإسلام هو الحل شعار ديني أو غير ديني؟ قولوا لنا رأيكم وشاركونا على الهواء. أديني فإلى أن يعرض علي، إلى أن يعرض علي. الاصل ان الشعارات الدينيه، استخدام الدعايه الدينيه محظور، استخدام دور العباده محظور، استخدام المدارس محظور، استخدام الجامعات محظور، استخدام الاكل الحكوميه محظور. بعد كده حضرتك تيجي تقولي لي تطبيق معين، انا لا انظر في التطبيقات، الواقع تنظره اللجنه لترى هل هذا ينطبق عليه. مش المساجد كمان مش كده؟ محظور. محظور. والكنائس محظور. والكنيس الشيخ محافظ صلاح ابو اسماعيل كان قاعد عامل يعني خطبه على اللجنه التاسيسيه وعلى ما يحدث في قصه والدته والترشيحات الرئاسه برد. في داخل مسجد اسد بن الفرات في الدقه. حضرتك لا شخص احنا جايبين المسائل طلعوها المسائل المسائل انا لا اتحدث عن اشخاص بعينهم او موقف بعينهم، انا اتحدث الدعايه في المساجد والدعايه في المدارس محظور. الاوقاف قالت لك مالناش دعوه ما نعرفش نعمل حاجه. العشرات من المساجد، لا مش المساجد، من المدارس استخدمت والجامعات استخدمت في الدعايه للمرشحين في الانتخابات البرلمانيه وهو محظور، مثلها كالدعايه في المساجد وفي الكنائس في دور العباده بصفه عامه. هنعمل ايه؟ اللجنه ستقرر رأيها في كل محظورات الدعاية. أنا مش عايز أركز على نوعية معينة من نوعيات الدعاية، لا الدعاية الدينية لوحديها ولا استخدام دور العبادة لوحديها. طب هي مش الأحزاب الدينية محظورة؟ الأحزاب الدينية محظورة. طب أمال حزب الحرية والعدالة والنور دول والتنمية دول أحزاب إيه؟ في فرق بين الأحزاب الدينية والأحزاب ذات المرجعية الدينية. اللجنة الانتخابات الرئاسية لجنة الأحزاب السياسية و القضاء الاداري رات انها احزاب ليست احزاب دينيه، لا تقوم على اساس ديني ولكن تقوم على اساس مرجعيه دينيه. وهناك فرق بين المرجعيات الدينيه وبين الاساس الديني. لجنه الاحزاب حين رات انها تطابق القانون، والاداريه العليا كلجنه كمحكمه احزاب لم ترى غضاضه في قيام هذه الاحزاب. فنحن نحترم قرار اللجنه وهذه ليست مشكله لجنه الانتخابات الرئاسيه، لجنه مشكله من سمح بها ومشكلة المحكمة التي تنظر. وبما ان هناك جهة سمحت بها ومحكمة لم ترى غضاضة في قيامها، اذا فهي مطابقة للقانون والدستور المصري. يعني الجماعة دلوقتي تقدر انها تقرر مين اللي تختاره رئيس للجمهورية ومين اللي يترشح، وده ما يبقاش ومع على الرغم انها جماعة دينية مش بتشكل هي كده وجدان الحزب السياسي. الذي اي خرق اكتبه، اي خرق لقانون الاحزاب السياسية تختص به الشيخ حازم اهو في اسد بن الفرات، تختص به لجنة الاحزاب السياسية ويختص به وتختص به المحكمة الإدارية العليا حين كمحكمة أحزاب بتشكيلها العادي. ثم أن الذي سيقرر مستقبل الوطن ومصير الوطن ومن يكون رئيسا ليست جماعة ولا حزبا ولا طائفة ولا هيئة، لكن جموع الشعب المصري الذي ستخرج بإذن الله يوم 23 و24 مايو معبرة عن إرادتها الحقيقية بإذن الله، هي التي ستقرر مستقبل هذا الوطن والتي ستختار الرئيس الجدير بحكمها. هل يمكن تأجيل انتخابات الرئاسة؟ إذا حصل زلزال مثلا؟ لا. أنا ممكن يحصل زلزال شعبي؟ لا 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 لا، بتكلم على زلزال، بتكلم إذا حصل زلزال بركان.
لا عندناش براكين في مصر. ما هو كان عندنا زلازل قبل 92 كان عندنا زلازل. لا ما كانش. كل حاجه بتحصل منين الزلازل دي فجاه؟ فاكر زلزال 92؟ انا بقيت اشوف الحيطه تروح كده وتيجي كده قدامي والله يا فندم، والاوضه تروح تبعد وترجع، وعمرنا ما شفنا حاجه زي كده في حياتنا. عمالين نشوف مصر كل شيء بيحصل حضرتك. طب دلوقتي انا عايز اسال حضرتك، عندنا نقطتين مهمين جدا مش عايزين قبل الحوار الرائع ده، يعني سؤال تاني، هل يمكن تأجيل انتخابات الرئاسة لأي زلزال شعبي أو لا؟ أنا أتحدث عن زلزال شعبي، كارثة طبيعية لحد علمي، كارثة طبيعية، أنه لا نية إطلاقا لدى لجنة الانتخابات الرئاسية لتأجيل الانتخابات. سعادة المشير طلب أنه الدستور أولا قبل الانتخابات الرئاسية، إذا لم يحدث طلب من مين؟ من القوى السياسية اللي اجتمع معاهم. على القوى السياسية. طب بمناسبة مين طلب من مين؟ كواليس لقاء عنان مع فقهاء الدستور، حضرتك شفت الخبر، الخبر بيقول كشف الفقيه القانوني والدستوري الدكتور محمد نور فرحات ان عددا من خبراء القانون المشاركين في الاجتماع مع فريق سامي عنان رئيس اركان الحرب اكدوا امكانيه صياغه الدستور الجديد في 3 أو 4 أيام على الاكثر، فيما اقترح اخرون العوده الى قانون الى دستور 71 او الابقاء على الاعلان الدستوري مع اضافه بعض البنود الجديده. راي حضرتك مره اخرى بقى، يعني هل وارد فعلا؟ انا في ناس كتبوا على التويتر واصدقاء وكده قالوا احنا ممكن نكتب الدستور في يوم، يا جماعه الموضوع مش صعب قوي، الدساتير موجوده ونقدر اننا يعني نشوف عندنا في مصر دستور 23 في حاجات رائعه، دستور 71 في حاجات كويسه، انه ممكن اختيار بنود من الدساتير وتوفيقها مع بعضها وكتابه الدستور مش مساله صعبه. افلحوا ان صدقوا. افلحوا ان صدقوا، افلحوا ان صدقوا. مين عايز؟ احنا كلنا عايزين دستور باسرع وقت ممكن ينظم البلاد جدير بمصر، اذا 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 كان هم يستطيعوا هذا يبقى شيء جميل جدا، يعني انا ما عنديش اي غلطات. طب لو تعديل بسيط مثلا في دستور 71، شلنا طبعا المواد اللي هي جابتنا ورا بتاعت حسن المخروع وكلمه مدد يجدد للرئيس مدد بدل مده او مدتين وصلاحيات الرئيس، هم دول الـ طبعا التويت العقبات الرهيبه في هذا الدستور. في حاجه اسمها الوحده العضويه للدستور، يعني مش مهم تشيل ايه، المهم تحط ايه مكانه وتحطه ازاي وبطريقه ايه. اذا كان حد انا ليس لدي، انا شخصيا ليس لدي تخيل سريع للدستور لاني لم انشغل بتخيله تخيل سريع، اذا كان هناك تخيل سريع يوافق عليه الشعب في الاستفتاء للدستور يبقى شيء جميل جدا. هو في حد كلنا نريد الاستقرار وسرعه الاستقرار، اذا كان هناك تخيل سريع لهذا منضبطا بالمواد التي استفتي عليها الشعب ومنضبطا بالآيات الدستور اللي موجود، انا شخصيا حضرتك كل فقيه كل دستوري وكل قاضي وكل مصري يرحب بما يدعم استقرار هذا الوطن. طيب في بقى نقطة القانون العزل السياسي اللي احنا يعني انا بكرر مرة اخرى ان ساعة المستشار بقالنا 10 أشهر بنقول قانون الغدر قانون العزل السياسي، يا جماعة عايزين نطبق القانون على واخيرا حصل انه تقدم